دوليا، نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مصدر في جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن قطر طلبت من 7 قياديين في الجماعة مغادرة البلاد. وقالت الوكالة إن القياديين المطالبين بالمغادرة هم وجدي غنيم وجمال عبد الستار وعصام تليمة وأشرف بدر الدين ومحمود حسين وعمرو دراج وحمزة زوبع. كما نقلت الوكالة عن دراج قوله فيما يبدو استجابة للطلب القطري أنه يتفهم موقف قطر ويستجيب لطلبها بنقل مقر عدد من القيادات إلى خارج البلاد. من جانبه بث غنيم شريط فيديو على موقع يوتيوب قال فيه أنه قرر أن ينقل دعوته خارج قطر. قررت بفضل الله تبارك وتعالى أن أنقل دعوتي خارج قطر الحبيبة. أنقل دعوتي خارج قطر الحبيبة حتى لا أسبب أي ضيق أو حرج أو مشاكل لإخواني الأعزاء في قطر.